السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكون بخير. عندك زمان في المدينة لما نزل قوله تعالى في سورة الانسان ويطعمون الطعام على حبه، الفكر لبعض الاشخاص وصل ليهم ان علشان تتصدق وتطلع حاجة لله لازم تكون حاجة انت حبيبها، حاجة كده ايه كبيرة وانت حبيبها، ان دي تطلع لله سبحانه وتعالى. فكان الواحد فيهم لو حد جه سأله طلب منه حاجة لله وكده، وكان عنده حاجات مثلا صغيرة، تمر، كسرة عيش كده، يعني لو حاجة صغيرة ما كانش يطلعها. ليه؟ لان قال يعني ربنا مش هتقبلها مني، انا ربنا سبحانه وتعالى عاوز حاجة نطلعها تكون كبيرة ونكون احنا راضين عنها، احنا بنحبها، ويطعمون الطعام على حبه. وفي نفس الوقت كان في اشخاص ما بيهتموش بالذنوب، يعني قالوا لك ان ربنا سبحانه وتعالى جعل النار للحاجات الكبيرة مش للحاجات الصغيرة، زي الكذب، زي النظرة، زي الغيبة، الحاجات دي صغيرة فربنا ما بيعاقبش بيها. فربنا سبحانه وتعالى نزل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تعرف العلماء بيقول لك يعني ايه هي ذرة؟ يعني فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة دي اللي هي النملة. تخيل كده انت راح وزن النملة، شوفها توزن ولا مش توزن، يعني مش توزن، مستحيل يعني توصل لها الرقم. فتخيل ربنا سبحانه وتعالى رغب اللي بيعمل الصالحات وبيعمل الحسنات انك ما تستهونش بالحسنة الصغيرة، وبرضو حذر اللي بيعمل السيئات تستهونش السيئة اللي انت شايفها حاجة بسيطة، ده ما تحسبش، ده هزار يا عم، ده غمزة، ده فهم انت، ده ضحك يا عم وكده، تستهونش بالحاجة دي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويا اخي صراحة الصحابة دولة يا الله يا الله، يعني تخيل سيدنا عمر بن الخطاب والسيدة عائشة رضوان الله عليهم، كل واحد فيهم تصدق بعنبة، حباية عنبة واحدة بس، وقال لك فيها مثاقيل كثيرة، مثاقيل كثيرة. أشوف هم حارصين على إيه؟ على مثاقيل. شوف حبات عينة، يعني إحنا ممكن نستهوى إن إحنا مثلا يعني تطلع جنيه مثلا، عيب تتكسف منه تطلع جنيه، شوف حاجة بسيطة ولكن ما تدريش سبحانك يا رب، تطلع حاجة أو تعمل حاجة بسيطة، مساعدة بسيطة لحد، يعني حاجة أنت أصلا بتعملها أو هتعملها وأنت مش في دماغك أصلا، يعني شايفها حاجة ما تستاهلش، وتيجي يوم القيامة تتفاجئ بقيمتها وقدرها عند ربنا سبحانه وتعالى. إيه ده يا رب؟ يعني انا عملت ايه انت ده؟ يعني انا ما عملتش ده ولا فاكر ان انا عملت ده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وتعمل حاجة بسيطة وانت يا عم ده يا رب سبحانه وتعالى حسبنا الكلام ده، انا حاجة بسيطة الكلام ده، تيجي يوم القيامة تتفزع من الهول ومن القيمة بتاعتها يوم القيامة، يا رب يعني انا عملت ده كله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص انه يحذر الأمة، يحذرنا كلنا ويقول لنا خلي بالكو استهونوش بالحاجات دي، اياك ومحقرات الذنوب، الحاجات اللي انت مش بتاخد بالك منها، اياك ومحقرات الذنوب، فان لا عند الله طالبة. تسأل عن حاجات دي، حاجات دي مش ما تتنسى، حاجات دي مسجلة عليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وخليني بقى أكلمك شوية كلام عملي. يعني عندك أنا في يوم من الأيام صحيت من النوم عادي خلاص في الصبح بدري يعني وكده، ممكن بقلب شوية كده عليه على الفيس، فعد عليا بوست. البوست ده متاخد شير، البوست عبارة عن صورة وكبشة من فوق، الصورة نفسها عبارة عن رجل ومرأة في وضعية رأس يعني وكده، والكبشة من فوق أنا هكليكي، أنا هبقالك بكرة، نتجوز بس وهتشوفيني وهتشوفيني وهتشوفيني. وصاحبنا اللي عمل البوست ده شير، حطت لك كده قلبين بيض من فوقيه وخلاص ده شير. يا أخي والله فعلا فعلا فكر معايا كده، تخيل أنت تكون نايم
نايم وفي حاجات وراك قاعدة بتضل في الناس، تفتن في الناس، يعني تخيل تكون انت نايم تمام وعامل حاجة انت فاكرها حاجة فن، يعني ده بوست يا عم ده عامله شير كلام فاضي، يعني هيعمل ايه اصلا، وناس بسبب الحاجة دي عمالة تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وتضل عن الطريق السليم عن الطريق المستقيم. تخيل لما يكون شخص وخلاص بيجهد نفسه مثلا انه بيبعد عن العلاقات المحرمة وعن الشات والبنات والكلام ده وتقوله حاجة زي كده، والشيطان بقى يوقفه، يعني خليه يبص ايه في البوست وكده، يبدا بقى يسرع بخياله وكده، الشيطان بقى من هنا يصيده ويقول له طب ما يلا شويه ولا اي حاجه، فانت من هنا بقى ايه شاده ممكن يرجعه للي تاب منه. تخيل بصوره انت عملت لها شير وديت شخص للطريق ده تاني، تخيل بنت محافظه على نفسها وكده وعدى عليها ايه كذا بوست من الشكل ده لدرجه انها وقفت قدامه واقفه، فالشيطان بقى ايه يصيدها، لا ما الدنيا تمامها عادي ما كله كده، يعني هو ده لو كان في مشكلة يعني كان عمل له شير، الحب ده لو كان في كلام يعني الشات ده لو كان في أي مشاكل كده كان الناس تقدر تنشرها علنا كده على الناس وكده، فيهولها الموضوع، فتكون قابلة إن لو الشخص دخلها وكده تقبل بدا وتقع بسبب شير أنت عامل له قلبين بيض كده، وعادي يا عم ما فيهاش مشكلة، ده شير حاجة فن يعني بعبر عن اللي جوايا. تخيل ربنا سبحانه وتعالى سورة البروج قال لك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق في آخر الآية. تخيل عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، تعرف يعني فتنة، يعني شخص كده عارف طريقه وماشي تمام وعارف إنه المشوار بتاعه هيوصل من خلال الطريق ده، تيجي أنت توقف على فكرة الطريق ده أسهل لك وهتوصل بسرعة بتاعه، ترجعه من الطريق السليم للطريق الضال اللي هو ملهوش رؤية، هي دي الفتنة، هو الكبريت تولعه وتمشي نار تحصل. تخيل ان الذين فتنوا فتنه واحده تضل بها اشخاص وانت مش في بالك، طبعا انت تقول لي ما تكبرش الموضوع، يعني انت ده شير انا عملت حاجه، ده ذنب على النشر، انا مالي انا عملت له شير، شوف انت عملت له شير، انا اخذت منك عملت له شير، عندي اصحاب بتاع اخذوه وعجبهم عملهم شير، انت اول واحد اللي عملت الحاجه دي شير وانا اخدتها منك، هتاخد ذنب على انك بتنشر حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى ولا ترضي الله ولا رسوله، هتاخد ذنب على الحاجه دي وتاخد ذنب على انك نشرت فتنه وفتنتني انا بيها، وتاخد ذنب عليا وعلى الناس اللي هي هتاخده مني انا، وهكذا كل واحد ياخد عن التاني عن التاني عن التاني، فتصبح سيئه واحده سلسله سيئات. تخيل بسبب سيئه انت فاكرها سيئه اصبحت سيئه جاريه، زي ما في حسنه جاريه، عندك حسنة جارية تاخد على حسنات سبب فعل بسيط كده خير تعمله، فالناس تبدأ تقتدي بك فيه وتعمله وتعمله، تبدأ انت تاخد ايه حسنات ربنا سبحانه وتعالى ايه يديك حسنات حسنات، نفس الكلام اعمل سيئة الناس تبدأ تاخدها منك تاخد عليها سيئات 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 الى ان يشاء الله والى ان الحاجة دي تتوقف بحاجة تبدأ انها كلام فاضي يا عم، فانت بتبدأ بان الموضوع ده بسيط، يعني تبدأ في حاجة بسيطة فنعمل مثقال ذرة خيرا يرى ونعمل مثقال ذرة شرا يرى. تخيل ومن كرم الله سبحانه وتعالى انه لما بيتوعد الانسان بالعذاب وبانه في جهنم هتتعذب فيها وكده بيكون سايب لك باب التوبة مفتوح، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بين قوسين كده ثم لم يتوبوا، يعني باب التوبة مفتوح مش هتتوب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ثم لم يتوبوا. التوبة طول ما انت لسه بتاخد في نفسك فانت باب التوبة بالنسبة لك مفتوح، تقدر تتوب على طول من دلوقتي كده، تتوب على طول، تتوب من كل حاجة انت نشرتها وانت مش حاطط في بالك انه ممكن يوصلك لموضوع يكبر كده ووصل بك الحل كده، لا تبدأ تتوب من دلوقتي، اول حاجة تتوب لله سبحانه وتعالى، يا رب انا توب كنت ندمان كده على الحاجة اللي حصلت مني دي وانا يا رب ما كنتش اعرف، وحتى لو كنت تعرف وتجاهلتها وكده يا رب انا بتوب لك يا رب وانا معترف بذنبي فاستغفرك يا ربنا واتوب لك. تبدأ بقى تدخل على الحاجات اللي انت نشرتها وكده احذفها، الاشخاص اللي هم متعودين عندك انهم ينشروا في الحاجات دي كلها وكده احذفهم، الغي متابعتهم، الغي صداقتهم، وادخل سيب لهم رساله نصيحه لله سبحانه وتعالى، يا فلان بلاش الحاجات دي بلاش بلاش بلاش، نصحه نصيحه كده محترمه وما تقلقش من رده الفعل، انت دي دعوتك لله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت رده الفعل بتاعته
سيئة فهذا لله، رد محترم جزا الله خير هذا برضو لله، أنت مش تدخل من وراء أي حاجة غير الأجر بإذن الله. ما تقلقش يعني لما تدخل تنصح حد ربنا سبحانه وتعالى يديك هيبة كده، هيبة بتقع في قلب اللي هيستلم النصيحة، ما تقلقش يعني ربنا سبحانه وتعالى بيؤيدك لما بتدخل تدعو لله سبحانه وتعالى. فتوب من كل الحاجات دي، حتى لو في حاجات انت مش عارف توصل لها، انت عارف انك عملتها بس مش عارف توصلها او تحذفها وكده، فربنا سبحانه وتعالى اول ما انت ما بتتوب خلاص كل حاجة، كل عدادات السيئات اللي كانت شغالة بتقف، وربنا سبحانه وتعالى بيبدل لك كل السيئات اللي كتبت عليك دي كلها بالحسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فربك سبحانه وتعالى الكريم، فما تقنطش طول ما انت نفسك شغال، توب لله سبحانه وتعالى وما تستهونش. يعني هو ملخص الفيديو ده كله، بلاش نستهون بالحاجات الصغيرة، ونكون حريصين يعني ان احنا نيجي يوم القيامة وما نصدمش، ما نلقاش علينا سيئات كده يا رب دي جات منين وكده، يعني نعوذ بالله من ذلك. وبس يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يضع القبول في الفيديو ده، وتكون يعني الفيديو وصل لك بالصورة الصحيحة. والله يغفر لنا ولك ما مضى من ذنوبنا، ويعصمنا فيما بقي من أعمارنا، ويرزقنا وإياك عملا صالحا زكيا يرضى به عنا، اللهم أمين يا رب. السلام عليكم. يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.